أربع علامات تدل على أن الشخص يتلاعب بك بشكل متعمد. إذا مشغول حطه بالمفضل ورجع على أبو الثاني. أولا، يظهر لك دائما في دور الضحية في جميع الأوقات، دائما لديه أعذار ومبررات لتقصيره وغيابه، دائما يتهرب منك ودائما يشكو لك من ظروفه والحياة. ثانيا، يتقن دائما دور في جعلك تشعر بالذنب، دائما يسقط عليك ولا يرى أخطاءه وتقصيره، ويستعمل معك خير وسيلة الدفاع والتي هي الهجوم. قد يصل بك أحيانا أن يشعرك بأنك شخص سيء مهما فعلت. ثالثا، كلامه لا يتماشى مع أفعاله، دائما متناقض، يقول شيء ويفعل أشياء خلاف ما يقول. رابعا، يضعف ثقتك بالواقع الذي تؤمن به، يقلل من أهدافك وأهميتها، وربما قد يتناقص منك أو قد ينتقص منك ومن شخصك ومن هواياتك ومن طموحاتك. فكر فيها. سلام.